سراج بيه، يا سراج بيه اللي واخد عقلك يا سراج بيه. ما انت عارفه اللي فيها يا اميره. انا اتلعب بيا، لا هدى ولا يرتاح لبال الا لما ارجع حقي وادفع التمن للي غدر بيا. دفعه غالي قوي. ازيك يا سراج؟ انت روح شوف اللي وراك يا اميره. اوكي. ايه مش هتقول لي اتفضل؟ انت ليك اي انتاج هنا تاني بعد اللي عملته؟ روق بس، روق روق. خلينا نعرف نتكلم ونتفاهم. وانت خليت فيها تفاهم يا فتحي، خليت ما انا جيت لحد عندك وحاولت اتفاهم معاك، لكن انت ركبت دماغك وغدرت. ما بلاش بقى سكه قطمني وقطمك دي. ما انت اللي ابتديت بالغدر والبادي اظلم. بعدين ده اللي انت علمته لنا يا استاذ. اخلص، انت جاي لي دلوقتي. زمان لما الدنيا قفلت ابوابها في وشي انت لعبت في دماغي وخدتني لسكتك. خدتك لسكه العز اللي عمرك ما كنت تحلم بيها. والعز ده انا دفعت ثمنه من روحي وعمري ودمي وراحت بالي، وعمري ما خنتك وانت دايما مخلص ليك، وانت ما قدرتش اي حاجه من الحاجات دي وغدرت بيا وطمعت يا سراج. برضه انا مش فاهم انت عايز ايه. انا عايز اللي انت ابتديته زمان انهيها انا دلوقتي. ايه كي تخلص عليا؟ لا انت حظك حلو عشان انا ما بحبش الدم. وبعدين لو كنت عايز اخلص عليك كنت خلصت عليك لما جيت لي في المزرعه ودفنتك مكانك. بس انا ما كنتش حابب، رغم ان انت كنت تحت رحمتي وسبتك تمشي بمزاجي، وانا عارف انك هتكمل في سكه الغدر. وبعدين ولا قبلين ما تيجي ننهيها حلوة يا استاذ وكل واحد يروح لحاله. طب لما انت خايف قوي كده يا فتحي ليه عملت اللي عملته؟ قلت منك دي يا استاذ. ما انت عارف فتحي زدان عمره ما بيخاف. لا انت خايف يا فتحي. انا مقدر جبنك، عارف انك جبان يا استاذ ومستني اللحظه عشان خاطر تضربني في ظهري. دي اصول اللعبه يا حبيبي. ولا عايزني ابقى في وش المدفع لوحدي قصاد ناس ما بيرحموش مش هيسيبوني بعد اللي انت عملته. انا احميك يا سراج، وخلي بالك الناس دي رقبتهم في ايدينا، يعني لو حاولوا يلعبوا معانا هنهددهم ان احنا هنكشف سترهم. سراج طول ما انا وانت ايدينا في ايد بعض محدش هيقدر يقف في وشنا. هفكر يا فتحي، هفكر. فكر يا سراج، فكر كويس، وخليك فاكر دايما ان انا جيت لك لغايه عندك عشان نحلها بالود. وخليك فاكر برضو ان انا لسه بكره الدم وبكره الغدر برضو. يعني لو غدرت بيا او باي حد يخصني صدقني يا سراج هدفعك تمن غدرك ده من دمك. صدقني. ماشي يا فتحي ماشي. اصل مجيتك لحد عندي هنا ليها قيمة كبيرة قوي عندي، عشان كده عايزك تروح تنام وترتاح وانا هفكر نشوف هنعمل ايه ونلم الحكاية دي ازاي من غير ما اي حد فينا يتأذي. يا
مع اني لسه شايف الغدر في عينيك، بس انا مش هصدق عينيا. وهديك اخر فرصه اسراك عشان تلمها، وما حدش فينا يتاذي زي ما انت بتقول. بس صدقني يا اسراك، دي هتكون اخر فرصه، عشان بعدها هتشوف فتح سدان تاني خالص غير اللي انت ربيته. فتح سدان هيبقى بيعشق الدم مش بيكرهه، وبعدين ده هيعشق مش اي دم، ده دم استاذه. أنا اللي عملت بإيديا فتح زيدان، وأنا برضو بإيديا اللي حدفن فتح زيدان عشان يعرف من الأستاذ. الأستاذ يا تلميذ الأستاذ النجيب،